بعد نحو عامين على حجر الأطفال في المنزل، بات من الصعب عليهم العودة إلى حياتهم الطبيعية التي سبقت ظهور فيروس كورونا. في الحقيقة هم الضحايا على الصعيد النفسي، إذ إن الكبار ورغم شعورهم بصعوبة المرحلة إلا أنهم أكثر نضجاً وقدرة على التأقلم. فكيف نساعد أطفالنا على استعادة نمط الحياة المعتاد الذي يساعدهم في تنمية قدراتهم وعلاقاتهم بما يصب في مصلحة تربيتهم ونشأتهم السليمة، كل بحسب فئته العمرية وخصائصها؟ فنحن كأهل هلأ بما أنه صار فيه تلقيح والناس بلشت تظهر وننفتح على نرجع حياتنا الطبيعية، بدنا نجرب نحاول نساعد أولادنا خاصة الأطفال واللي بعد عندهم هيدا الخوف والقلق أنه يرجعوا يطلعوا ويعيشوا حياتهم طبيعية مثل ما كانوا قبل الكورونا. صحيح. يعني سنة ونص كانوا مش قليل، وسنتين بلا مدرسة كمان كانت كتير صعبة. صح، بسمع كتير هيك كلمة أنه ولادي مش مناح، أنا حس أولادي مغيرين، أولادي فيهم شيء ما عاد هيك مثل قبل، قدي بتحسي كمان أنت هالشيء؟ المشكلة أنه عم بيكون في نوعين من الأولاد، في الأولاد المراهقين، يعني أنا بنتي اللي عمرها 15 كانت ناطرة ليفتح البلد لترجع تظهر تعيش حياتها تشوف أصحابها. هلأ طبعا نحن بدنا نقول لازم ناخد بريكوشنز وكل شيء، بس في أطفال واللي هن شوي أصغر، يعني أنا بنتي الصغيرة بعد عندها هيدا الخوف أنه أنا ما بدي أظهر، أنا ما بدي أظهر أمراض أو أعدي أهلي أو أعدي الناس اللي بحبهم. فهيدول الأشخاص لازم نتعامل معهم بطريقة الأطفال معينة، يعني عندنا مثلا أعمار الصغيرة بعد أصغر اللي هن 5 سنين 4 سنين اللي ما راحوا على المدرسة، يعني كانت بالنسبة لهم وعيوا على الدنيا بالبيت وقعدوا أولموست سنتين بالبيت ما بيفهموا ليش إن بقيوا بالبيت. فهون نحن لازم نقعد مع الطفل مع المراهق نحكي معهم كأهل، نسألهم أول شيء بدنا نستفسر منهم هن شو أسئلتهم، نحاول نسمع لهم ونحكيهم نجاوبهم على الأسئلة بطريقة مبسطة إيجابية، لأنه نحن سمعنا نحن ككبار كنا عم نسمع كل يوم خبرية. صح. وكل خبرية تكذب الخبرية اللي قبلها، نجرب نوصل لهم الخبرية بطريقة مبسطة لعمرهم حسب كل واحد عمره. يعني أنا بنتي مثلا لهلأ بنتي الصغيرة بتقلي أنا ما بدي أظهر من البيت كتير لأنه أنا ما بدي أعديكي إذا رجعت على البيت ومرضتي، خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ببيتهم أو الأهل يلي توفى لهم حدا قريب منهم والولاد شافوا هيدي عملوا تروما، شافوا هيدي الخوف فبطل بدهم يظهروا لما يرجعوا يأذوا حالهم، كأنه بيحملوا حالهم هن مسؤولية. يعني إذا أنا مثلا هعطيكي مثل، أنا كأم أولادي صاروا يبوسوا ستهم من كتفة لحتى ما يقربوا وجهن على وجه، هلأ من بعد ما تلقحت مع أنه ماما بس تل بعضهم شايفين أنه لا أنه نحن لازم تاتا ما نقرب وجهنا على وجه، منبوسها من كتفة منعبطها من ورا، يعني بعد في هيدا القلق. هلأ it's good لازم الأولاد أنه يكون عندهم شوي يكونوا خايفين نتفي لأنه نحن بعدنا ما طلعنا نهائيا طبعاً. مشان هيك الإرشادات لازم ندلنا نخبرهم عنا بس بطريقة سلسة أكتر وحسب عمرهم، يعني نحن فينا نقول لهم نحن كيف قبل كنا نتعامل مع نغسل ايدينا قبل ما ناكل، اذا مسكنا شيء وسخ نغسل، هلا مثلا في عندنا شوي الماسك اكثر اذا ظهرنا الماسك، فينا هلا بنشوف ماسكات كثير مهضومه يمكن ننقي الكاركتر تبع الاولاد اللي بحبوه ينحط الماسك على التم، نحن الكبار صار في عندنا ماسكات كثير مهضومه كمان، هيدا بتخلي الولد انه بنقول لهم اذا ظهرتوا ما تحطوا ايديكم على عيونكم، بدنا نمرق لهم الخبريه لتخفف لهم شويه ستريس القلق التوتر اللي هن روما اللي عملوها هالسنة ونص قد ما بنقدر. وطبعا كل ولد حسب عمره، دايما بأكد انه كل ولد بطريقة اللي هو بيقدر توصل له المسج. صحيح، في فرق كبير بين ولد عمره 6 سنين. صح. شو بدنا نخبره عن هالموضوع؟ يمكن الافضل نخبره القصص هيك البديهية ان جنرال تما كمان نخلق له هيك خوف زيادة. صح. يصير يتخيل امور مثل ما قلت، يمكن الولد اللي انفقد له حدا بالبيت كتير ما صعب فهمين ليش مينو هالكورونا. صح. يعني في ولاد حتى عم بيفكروا شخص عم بيفكروا بيتخيلوا كل واحد بيتخيلوا لانه نحن الكبار ما كنا نتخيل اصلا نوصل نعيش هالمرحله، يعني ما بهيدا نحن بالعصر هالعصر نشوف هيك شيء ما كنا حدا فينا.
فنفس الوقت لازم نحن كمان مع انه عم نعطيهم الارشادات وهي خبريه ستي هوم ستي سيف، هيدي الشعار اللي مشي معنا سنه ونص. صح. في اولاد بعدهم لهلا انه انا خلص عملت هيدي القوقعه اذا بدك السيركل تبعيتي وانا مرتاحه ببيتي وانا قاعده، يعني ممكن يكون صارت احاديثهم كلها اساتذتهم صارت اونلاين، اصحابهم، حتى الجيمز صارت اونلاين، يعني انا بنتي بتقعد على الايباد او اللابتوب ثلاث ساعات عم تلعب جيم وعم تحكي مع اصحابها بنفس الوقت، سو ليه بدها تظهر؟ فنحن هون لا لازم نجرب تبوش دم انه لا يلا روحوا اظهروا، لازم ترجعوا تظهروا ليرجعوا السكيلز تبعوتهم، يعني لازم السكيلز يرجعوا. صح. يعني في الاولاد الصغار فقدوا هيدي السكيلز يلي ما حتى عاشوها الروضات، يعني احنا بنعرف المدرسه بيتعرفوا على اشخاص جديده، السكيلز نمسك الطابه، نرمي الطابه، نمسك القلم، هيدا كله الروضات كله هدول الصغار فقدوها ما حسوا يعني عاشوها بالبيت. قد ما الام كانت بتقدر. صح. مش مثل المدرسة يلي حتعطيه كل السكيلز اللي هو بحاجة لها. نعم. جوانا على شو بدنا نخاف هلأ بهالمرحلة؟ يعني نحن وعم ننتقل لهيدي المرحلة ومثل ما قلتي مع أخت كل الاحتياطات، لأن نحن بعد ما انتهينا كورونا بعدها موجودة، في سلالات جديدة نحن خايفين منها، فمثل ما الكبار لازم ياخدوا كل الوقاية كمان الصغار نعلمهم، بس نحن على شو خايفين هلأ بهالمرحلة؟ إنه أولادنا شو تتغير شخصيتهم، يبطل يحبوا أصحاب، يكون عندهم كوميونيكيشن مع الناس. صح. هيدي المشكله هلا انه نحن قد ما فينا بنرجع نحاول نكسر لهم هيدا الحاجه اللي هن قاعدين ورا هالشاشه اللي هي الايباد ولا اللابتوب او حتى تليفونهم، بدنا نبلش نتفشن يظهروا من البيت حتى اوت دور، حتى هيك بلا كمامه بيكونوا، مع الارشادات اللي قلنا عنا نترك شويه سبيس بين اذا كنا مع ناس غريبه، نرجع نركب بايسيكل، نروح عند تيتا وجدو نظهر احنا وياهم برا، نخليهم يرجعوا للحياه، ننظم لهم حياتهم، حتى اوقات نومهم تغيرت، يعني الاكل نظام الاكل الروتين القديم اللي كان قبل كورونا شوي نرجع لهم اياه لحتى يحسوا انه نحن رجعنا على الحياه مع شويه هالبريكوشنز اللي لازم يتاخذوا لنرجع على حياتنا الكامله بعدين. بس كله هيدا ماجي لازم يرافق بالايجابيه، يعني انا يعني شو بدنا نقول؟ يعني بدنا نقول لهم انه والله نحن صحيح يمكن حجرنا سنه ونص سنتين ما رحنا على المدرسه، بس خلينا نتطلع باي مشكله بتواجهنا شوي بايجابيه، يمكن ماما اللي كانت تروح على الشغل من الصبح يمكن حجرت معنا، عملنا قصص معها ما كنا نعملها، يمكن عملنا كوكينج، رسمنا، حتى البيات، في بيات كانوا يسافروا حجروا مع اولادهم بالشهرين يمكن مره كانوا يشوفوهم، فدائما نعودهم انه والله هيدا هالتابو او هالمشكله الكبيره اللي وقعنا فيها كلنا بالعالم فيها شويه ايجابيه، وهذا الشيء بعلمهم كمان لما شكلهم الثاني يكون في طلعوا على شويه ايجابيه حتى لو كانت بسيطه. حلو كتير اللي عم بتقولي جوانا، وهيدي يمكن من أهم المراحل اللي نحن عم نحضر أولادنا لحتى يرجعوا ما بعد كورونا إلى حياتهم، إنه نعلمهم يتعلموا درس من يلي قطعنا من اللي مرقنا فيه من القطع فيه كل العالم، يعني أول شيء مش أنتوا وحدكم. صح. كل أولاد العالم، يعني مش بس أولاد لبنان. صح. المدارس كلها سكرت، مثل ما قلتي يعني قوقعنا على نفسنا، وهلأ كلنا بدنا نجرب نظهر ونرجع مع البريكوشنز اللي بنحكي عنها دائما. كثير حلوه ومهمه نقطه الايجابيه، انه تعلمنا هالدرس بس هلا بدنا نرجع على حياتنا. ايه نفكر فيها. تتوقعي جوانا انه بعض الاطفال يضلوا اكثر من غيرهم هيك محجورين على حالهم؟ طبعا نحن يعني في اطفال خلص عملوا السراوندينج تبعهم هو بالبيت، هو ورا اذا كان ايباد ولا حتى هن بين بعض بدهم يبقوا بالبيت. انا يعني مثلا كأم اذا لقيت بنتي بدها مصره بعدها تبقى بالبيت اكثر وما بدها تظهر، ممكن اسال اخصائي حتى لو الكونسلر بالمدرسه ممكن تساعدني لحتى كيف اتعامل مع بنتي او ابني لحتى ارجع على الحياه بالروتين، لا ترجع للروتين اللي كانت فيه قبل، بس نحن لازم قد ما فينا نخلي الاولاد يبلشوا يظهروا اوت دور، يعملوا اكتيفيتيز برا، لو بدنا ننزل نكزر نحن وياهم على الكورنيش، اي شيء بس حتى نفرجيهم انه رجعت الحياه شوي، خاصه الاطفال اللي مثل ما عم قلتي ماجي انه بعدهم حاسين انه لا خلص نحن عملنا حياتنا ورا هالسكرين وما بدنا نظهر، انا عم بعاني منها مع بنتي الصغيره انه خلص انا عم بحكي مع اصحابي، ليه بدي انزل روح شوفهم؟ او لا نحن حتى لو بدنا نعمل نحن بلاي ديت الاهل ونساعد ونجبر نتفشن شوي لاولادنا لحتى يرجعوا يظهروا على الحياه.